تخيل سرقة بسبة غسيل السيارة، يعني كان بيوفر الله يسلمك 30 ريال دفع له 15، قال 15 في جيبي قصر السيارة تلقلق وصير ما يحتاج، وكم وفرت وقتي وفرت دنيتي، خلص شغلي وهم قصرت السيارة ولاقق السيارة تلميع الجنوط لقق كلش لقق. منين لقق حبيبي؟ من كثر المايل صب عليها ولا من كثر الصابون؟ حاط لك لوكس حق هدوم ولا حق معين؟ اللوكس حق معين شكبره ذا بخمسة ريال شي ما باي شي، المقاس اللي يحط لك صابون بعيد شي مرتب يرش لك ميه يخلي البادي ما يحتاج، مالك بالطويل؟ لبق السيارة قال بروح بس المحل الفلاني باخذ لي الشغلات وبجي ابدا، وبجيب لك بارد بعد، ما قصر الرجال قال بجيب لك بارد بعد، بيقول المرندة برتقال بجيبه. يقول غسلت يومني رجعت دقيت سلف مثل العادة، محط بنزين بعبي بنزين بروح الصناعية، يقول جبل الصناعية، يقول فتحت الدرج على العادة حاط لي فلوس حقت البنزين 50-50 مقسمهم ما عبي إلا 50، يقول وانا طلع انا اتذكرهم رزمة كاملة ما في اللي حبتي تعاونه تغير بدل يا ابن الحلال، رزمة حطم توني مستلم يعني، هو يستلم خلاص يحط له 600 ريال كل بهم 500 50-50-50 ما يصير رزمة حطم، تذكر شون حبتين يعني 100 ريال من 600 ل 100 ريال ما يصير، هلو لو أنا ما أشوف بشوف، ويقوم إيش ويرجع على نفس حق المقص اللي قصه ما شافه اثنين وياه ما شافهم، كانوا يمكن ثلاثة من أربعة موجودين ولا واحد موجود، كلهم كلينا شمر. زين السؤال الحين اللي يطرح نفسه شلون يقدر يشتكي عليه ويجيبه؟ ها رد علي جاوبوا على السؤال اللي أقول لكم عليه، شلون بيقدر يجيب العامل اللي يغسل سيارته وباق منه 500 ريال، اللي باق منه 500 ريال شلون يقدر يجيبه؟ ها اللي أمن عليه سيارته شلون يقدر يجيبه؟ ها رد على الموضوع مهم ولا الموضوع مية مية ولا خذ 500 لا حقي عليه ولا دحين خذ 500 شلون أقدر أنا أجيبه؟ شلون أسحبه؟ ها عارف أنا اسم كفيلة؟ لا.